السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج صحيح النوم على شاشة LTC. معكم محمد الغيثي، طاب مساءكم وأسعد الله أوقاتكم. النهاردة حلقة الثلاثاء 24/7/2018. لوحظ خلال 48 ساعة الماضية انتشار الحرائق في مصر. حريق بعد منتصف الليل في المسكي اتهم مولا كاملا، وأيضا صعد إلى المنازل المجاورة واخترق جزء من حارة اليهود القديمة التراثية. وفي اليوم حريق آخر في نقابة التجاريين في رمسيس التهم واحدا من أعرق دور المسرحية في مصر. مصر نقابة التجاريين يا سادة شاهدت عليه وأنا طالب في كلية الإعلام مسرحية شاهد ما فيش حاجة، ومن المسرحية التي نراها منذ سنوات على شاشات التلفزيون في المناسبات في نفس المسرح الذي احترق، ثم حريقا آخر بالأسكندرية في نفس اليوم. لماذا؟ وهل يبدأ موسم الحرائق في مصر مع الصيف؟ وترى هذا المجهول المسمى بالماس الكهربائي هل يظهر لنا فجأة في صيف المحروسة، أم أن هناك يد خفية تعبس وتخطط وتحرق قلب مصر، وفي الأخير الفاعل مجهول؟ ترى هل الحريق نار تسري في الخشب أو الحديد وفي الأخير يكون هناك ضحايا أو مصابين أو خسائر مالية ومادية، أم أن الحريق في ضمير مصر والمصريين، أم أن الحريق تعبير عن فساد متأصل ومتجذر في أنحاء الجسد المصري أيضا؟ منذ سنوات كنت أعرف وزيرا للصحة هو الدكتور حلمي الحديدي، لا أعلم هو على قيد الحياة أم لا، وكان عضوا في حكومة في إحدى حكومات حقبة مبارك، وكان أول وزير في حكومات مبارك يقدم استقالته بعد القصة الشهيرة لوزير خارجية السادات الذي قدم استقالته بعد كامب ديفيد. حلمي الحديدي هذا العالم العظيم في العظام وأستاذ الطب العظام قدم استقالته. سألته وكنت شبلا صغيرا أتدرب في إحدى الصحف، يا دكتور لماذا قدمت استقالتك؟ فقال لي لأن الحريق في جسد مصر تجاوز 99%، هوبليس كيس. ساعتها لم أفهم، لكني بتتابع الأحداث وبتراكم الفساد الذي عشناه ولا نزال نعيشه، فعلا الحريق يتجاوز كل الأسباب وكل الحلول وكل العلاج. هل نعي؟ هل نصرخ؟ هل نسأل من وراء الحرائق؟ لأن الحريق ليس نارا فقط، وإنما هو حريق ضمائر.